اهلا بكم في كايرو دار، هنبدا مع بعض علم من علوم العقليه لنبغى فيها العرب والمسلمين قديما، وهو علم الكيمياء. طبعا عارفين ان العلوم العقليه كثيره، منها الفلسفه، منها الطب، منها الرياضيات، منها الفلك، وكمان كذلك الكيمياء والميكانيكا. هنشوف دلوقتي مع بعض علم الكيمياء. علم الكيمياء بنعرف ان هو بدا تظهر فكره قديمه قوي عند العرب، وكانت منتشره دائما في العصور الوسطى القديمه، وهي فكره بتقول ممكن احول المعادن الخسيسه الى معادن ايه؟ سمينه. يعني ايه احول معدن خسيس لمعدن سمين؟ زي اقول لك كده انا احول لك التراب ذهب. التراب ده يقول لك ذرات معادن خسيسه ملهاش قيمه، احولها لذهب اللي هو عنده قيمه. طب ازاي؟ الكلام ده انتشر، وانتشر بطريقه كبيره جدا في العصور الوسطى القديمه. اهتم بها امير من امراء الدوله الامويه، وهو الامير خالد بن يزيد بن معاويه. خالد بن يزيد بن معاويه لما اهتم بالمقوله دي ما سكتش. نجد ان هو بدا يفتش عنها ويحاول يدرس هذا العلم، وهو علم الكيمياء. فنجد ان هو على طول بيستدعي الراهب الكيميائي مريانوس اللي بيعيش في الاسكندريه. راهب عايش في الاسكندريه اسمه مريانوس. استدعاه ليعلمه علم الكيمياء، قال له علمني هذا الفن وعلمني الكيمياء. مش بس كده، نجد ان خالد بن يزيد بن معاويه بيعمل ايه بقى؟ ده بيكلف واحد حكيم يسمى اسطفان الحكيم، بيقول له ترجم لي كتب الكيمياء اليونانيه. ترجم لي كتب الايه؟ الكيمياء اليونانيه. اذا من خلال النقاط البسيطه دي اقدر اقول المسلمين اهتموا بعلم الكيمياء ازاي، واقدر اقول ان خالد بن يزيد بن معاويه هو مؤسس علم الكيمياء. مؤسس علم الكيمياء لانه هو اول من اهتم من المسلمين بايه؟ بعلم الكيمياء. طيب لو بصينا بعد ذلك على اشهر انجازات المسلمين في علم الكيمياء وكذلك اشهر العلماء، كما واضح في الصوره قدامنا، شو طبعا ابو الكيمياء. مين ابو الكيمياء ده؟ جابر بن حيان. ابو الكيمياء، طب ليه انا سميته ابو الكيمياء؟ ليه بقول على جابر بن حيان ابو الكيمياء؟ جابر بن حيان الف كتب في الكيمياء، وكتب كتب كتيره جدا في الكيمياء، وصلت لاكثر من 500 كتاب. يعني ينسب اليه اكثر من 500 كتاب في الكيمياء. هو اول من حضر حامض الكبريتيك، واكتشف حامض النيتريك وكوريد الزئبق. كلها انجازات. هو اللي وصل لهذه الاشياء. مش بس كده، بنعرف كمان ان اللي كمل بعديه على طول تلميذه، اشهر تلميذته محمد بن زكريا الرازي، اللي هو تاثر بتعاليمه وهضم كل تعاليمه وبدا يكمل الطريق طبعا اللي هو الذي بداه. بالتالي علم الكيمياء كان لها اهميه كبيره جدا عند المسلمين. شفنا امير من الامراء هو خالد بن يزيد بيهتم بيه، وشفنا احد العلماء جابر بن حيان، ومش بس كده وكمان تلميذه اللي بيكمل طريقه. طيب لو وصلنا بقى لانجازات المسلمين في الكيمياء، يعني اثبت لي كده، اديني دليل ان المسلمين دول تقدموا تقدم كبير جدا في الكيمياء. الكيمياء من خلال اللي انا بقوله دلوقتي ان احنا عرفنا وصلنا لحقائق علميه مثبته وموجوده حاليا، وهي عرف طبعا او نجح علماء المسلمين في تقطير الخل، يعني عرف تقطير الخل وتصنيع الزجاج وورق غير قابل للاحتراق، يعني ورق ضد النار، ضد النار يعني ما تحرقش. مش بس كده، وكمان تحضير الفولاذ، فولاذ الحاجه القويه الصلبه. مش بس كده بقى، كمان تنقيه المعادن واستخدام الشبه في تثبيت الوان الصباغه وتحضير الايه؟ ها الفولاذ، وكمان نوع من الطلاء يمنع الصدى في المعادن الى جانب صناعه البارود. دي كلها انجازات وصل اليها علماء المسلمين في الكيمياء. طيب ننتقل لعلم، وهو علم الفيزياء. علم الفيزياء اللي بنسميه علم الضوء وعلم الصوت. علم الضوء، علم البصريات او المناظر، اهتم به العلماء كثيرين، اشهرهم الحسن بن هيثم. الحسن بن هيثم الذي نبغ في هذا العلم هو مؤسس علم البصريات. ثم عندنا الخازن البصري اللي عاش في القرن الرابع، واللي ألف في الضوء والمرايا. مرايا اللي هي مرايا محدبة، مرايا مقعرة، كلكم عارفين وخدتوا الحاجات دي زمان وانتوا صغيرين. كمان عندنا عالم مشهور جدا وصورته موجودة قدامنا، وهو البيروني. البيروني اللي ينسب إليه كثير من الابتكارات. عمل إيه البيروني؟ عين الكثافة النوعية ل 18 نوع من الأحجار الكريمة، حدد لها الكثافة النوعية، وهو اللي وضع أصلا قانون الكثافة النوعية، وأعلن إن الضوء أسرع من الصوت. دي كلها إنجازات للبيروني. يبقى كده وضحنا في أول قسم من قسم الفيزياء، وهو علم الضوء. هننتقل للقسم الثاني، وهو علم الصوت. علم الصوت نبغ فيه اثنين مشهورين جدا، الفارابي والقزويني، كما واضح صورته قدامنا، الفارابي والقزويني. نبغوا في الصوت، في نشأة الصوت، في قوته. مش بس كده، ده يعني هداهم ذلك للبحث كمان فين؟ في الموسيقى، الأنغام الموسيقية، معرفة كمان أنواع كثيرة جدا من النغم الموسيقي. يبقى هنا عرفنا ان الفيزياء علم الضوء وعلم الصوت، وعرفنا هنا علماء الضوء حسن الهيثم، حسن ابن الهيثم،
خازن البصري البيروني، وعلم الصوت عندنا طبعا زي ما قلنا الفارابي والقزويني. ننتقل للعلم الثالث وهو علم الميكانيكا. علم الميكانيكا هو طبعا علم سماه العرب علم الميكانيكا، انقسم الى قسمين، قسم لان كانوا بيسموه علم الحيل، قسم يبحث في آلات الحركات، وقسم يبحث في كيفية جرها بأقل مجهود. أقل إيه؟ مجهود. طيب إيه القصة ده؟ يعني إيه علم الحيل إن أنا أقسمه بهذا التقسيمة؟ بنقول قسم يبحث في آلات الحركات وصناعة الأواني العجيبة، أشياء خارقة، كمان كيفية جر الأشياء الثقيلة قوي وبأقل مجهود زي موضوع الروافع كده. فبنعرف حتى إنجازاتهم، يقول لك دراسة أدوات ميكانيكية مثل الروافع واللوالب، حساب الوزن النوعي للأشياء، دي كلها ابتكارات، قوانين سكوت الاشياء من الجو، قوانين الضغط الجوي وطرق قياسه، كمان سر الجاذبيه الارضيه قبل اوروبا. احنا اتكلمنا عن سر الجاذبيه، ولكن عارفين طبعا الوضع قانون طبعا نيوتن، ولكن هنا احنا بنتكلم ان احنا عرفنا سر الجاذبيه. يبقى هنا انجازات المسلمين في علم الميكانيكا كثيره جدا، دراسه ادوات ميكانيكيه مثل الروافع واللوالب، حساب الوزن النوعي للاشياء، قوانين سكوت الاشياء، طبعا سر الجاذبيه قبل أوروبا بعدة قرون، والضغط الجوي وطرق قياسه. يبقى احنا عرفنا هنا من خلال العلوم العقلية الآن عرفنا حاجة اسمها علم الميكانيكا، عرفنا قبليها علم الفيزياء، وعرفنا كمان عن العلم الجزئيات. طبعا بعد ما عرفنا العلوم العقلية الثلاثة اللي احنا وضحناهم الآن سواء فيزياء أو كيمياء أو ميكانيكا، هنبدأ في جزئية جديدة جامدة جدا هتتابعونا معاها في الجزء اللي جاي، وهي جزئيه خاصه بالفنون الاسلاميه، الفن الاسلامي بقى. هنتكلم عن رسم وتصوير، عن الزهرفه، عن العماره، عن الموسيقى، ودي حاجات شيقه جدا وجميله جدا وليها صور جميله، فتابعونا في الجزء اللي جاي.